السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، مرحبا بكم معنا في درس جديد من دروس مادة علوم الحاسب للصف الثاني عشر، المسار التكنولوجي، الوحدة الثانية، الفرز والبحث. الدرس الثاني خوارزميات الفرز، خوارزمية الفرز بالإدراج، الجزء الثاني. نستعرض ما تم دراسته من قبل. الفرز، مفهوم الفرز، الفرز في حياتنا اليومية، تبديل القيم، خوارزمية الفرز الفقاعي، مفهوم خوارزمية الفرز الفقاعي، خطوات خوارزمية الفرز الفقاعي، التمثيل الرسومي لخوارزمية الفرز الفقاعي، تمثيل خوارزمية الفرز الفقاعي في بايثون، خوارزمية الفرز بالتحديد، مفهوم خوارزمية الفرز بالتحديد، خطوات خوارزمية الفرز بالتحديد، التمثيل الرسومي لخوارزمية الفرز بالتحديد، تمثيل خوارزمية الفرز بالتحديد في بايثون، خوارزمية الفرز بالإدراج، مفهوم خوارزمية الفرز بالإدراج، خطوات خوارزمية الفرز بالإدراج، التمثيل الرسومي لخوارزمية الفرز بالإدراج. وسندرس اليوم تمثيل خوارزمية الفرز بالإدراج في بايثون. أهداف الدرس: تمثيل خوارزمية الفرز بالإدراج في بايثون. مصطلحات الدرس: خوارزميات الفرز Sorting Algorithms، خوارزمية الفرز بالإدراج Insertion Algorithms. تذكر معنا عزيزي الطالب مفهوم خوارزمية الفرز بالإدراج. هي أحد خوارزميات الفرز التي تعتمد على مبدأ المقارنة، حيث تقوم بإدراج العنصر غير المفرز في مكانه المناسب. نتذكر معا خطوات خوارزمية الفرز بالإدراج. أولا، بداية الخوارزمية، ثم لنفترض أن العنصر الأول من القائمة قد تم فرزه، ثم نقارن العنصر الثاني من القائمة بالعنصر الأول، ثم ننتقل للعنصر التالي بفهرس Index 2 وقارنه بالعناصر ذات الفهرس 1 والفهرس 0. ثم بعد ذلك، إذا كانت العناصر على الجانب الأيمن أصغر من العناصر على الجانب الأيسر، قم بتبديلها. نكرر القيام بهذه العملية وصولا إلى نهاية المصفوفة، نهاية الخوارزمية. تمثيل خوارزمية الفرز بالإدراج في بايثون. مثال رقم 4 بالكتاب المدرسي صفحة 128. لدينا قائمة من الأعداد العشوائية التالية: 20، 43، 28، 15، 31، 4. وسنقوم بترتيبها تصاعديا باستخدام خوارزمية الفرز بالإدراج في بايثون. أولا، نقوم بإنشاء قائمة بالأعداد باسم MyList ثم طباعتها، ثم بعد ذلك نقوم بإيجاد طول القائمة ونضعه في المتغير N. نستخدم جملة for لتكرار مقارنة كل عنصر بالقائمة بالعناصر التي تسبقه. نبدأ بالعنصر الثاني بالقائمة ونضعه في المتغير K، حيث أن المتغير K يمثل العنصر المراد فرزه. نشير إلى موقع العنصر السابق ونضعه في المتغير J. نستخدم جملة التكرار while، وذلك لمقارنة قيمة العنصر الحالي K بالعناصر التي تسبقه. في حالة أن العنصر الحالي أصغر من أحد العناصر التي تسبقه، فإننا نقوم بإزاحة العناصر إلى الجانب الأيمن من القائمة، ثم نكرر عملية المقارنة مرة أخرى. بعد انتهاء تكرار عملية المقارنة، نقوم بعد ذلك بإدراج العنصر الحالي K في مكانه المناسب بالقائمة، ثم ننتقل للعنصر التالي لنعيد نفس العمليات السابقة عليه.
وفي النهاية نقوم بطباعة القائمة ماي ليست مرتبة ترتيب تصاعدي. ويظهر هنا ناتج تنفيذ البرنامج طباعة القائمة قبل ترتيبها ثم طباعة القائمة بعد أن تم ترتيبها ترتيب تصاعدي. تدريب رقم 4 بالكتاب المدرسي صفحة 132. اكتب برنامجا بلغة بايثون بحيث يفرز عناصر القائمة التالية تصاعديا باستخدام الفرز بالإدراج، ثم عدل البرنامج بحيث يفرز عناصر القائمة تنازليا. my list equal 52 12 71 56 5 10 19 90 45. وهنا يظهر أمامنا البرنامج كما قمنا بشرحه من قبل. نبدأ أولا ببناء القائمة ويتم تخزين فيها الأعداد، ثم بعد ذلك نقوم بطباعتها. نجد طول القائمة ونضعه في متغير إن وهو 9، حيث أن القائمة تحتوي على 9 أرقام. نستخدم جملة for لتكرار مقارنة كل عنصر بالقائمة بالعناصر التي تسبقه، ثم بعد ذلك نبدأ العنصر الثاني بالقائمة ونضعه في المتغير k، حيث أن المتغير k يشير إلى العنصر المراد فرزه. نشير إلى موقع العنصر السابق ونضعه في المتغير j. نستخدم جملة تكرار while، وذلك لمقارنة قيم العنصر الحالي k بالعناصر التي تسبقه، ثم في حالة أن العنصر الحالي أصغر من أحد العناصر التي تسبقه فإننا نقوم بإزاحة العناصر إلى الجانب الأيمن من القائمة ونضعه في مكانه المناسب، ثم نكرر عملية المقارنة مرة أخرى. وبعد انتهاء تكرار عملية المقارنة نقوم بعد ذلك بإدراج العنصر k في مكانه المناسب بالقائمة، ثم ننتقل للعنصر التالي لنعيد نفس العمليات السابقة، ثم نطبع القائمة my list بشكل مرتب ترتيب تصاعدي. وهنا نلاحظ أنه حتى نقوم بترتيب القائمة ترتيب تصاعدي استخدمنا مقارنة المفتاح k، حيث أنه إذا كان أقل من العنصر الذي يسبقه يقوم بتبديل العناصر. وهنا يظهر ناتج التنفيذ القائمة غير مرتبة والقائمة بعد أن تم ترتيبها ترتيب تصاعدي. نفس البرنامج سنقوم ببنائه بنفس الخطوات، ولكن سنقوم ببنائه لكي يقوم بترتيب القائمة my list ترتيب تنازلي. نلاحظ أننا قمنا بنفس كتابة الأوامر ونفس الجمل البرمجية، ولكن الاختلاف الوحيد أننا استخدمنا في مقارنة المتغير k بالعناصر التي تسبقه استخدمنا جملة المقارنة أكبر من، حيث أنه إذا كان k أكبر من العنصر الذي يسبقه يقوم بتبديل العناصر. وهنا قمنا بإنشاء قائمة بالعناصر المراد ترتيبها، ثم قمنا بإيجاد طول القائمة ووضعناه في المتغير إن، ثم استخدمنا جملة for لتكرار عملية المقارنة، ثم قمنا بتخزين العنصر المراد فرزه في المتغير k، ثم قمنا بالإشارة إلى موقع العنصر السابق ووضعناه في المتغير j، ثم استخدمنا جملة التكرار هويل، وذلك لمقارنة قيمة العنصر الحالي بالعنصر الذي يسبقه. في حالة أن العنصر الحالي أكبر من، نلاحظ هنا أن استخدمنا معامل المقارنة أكبر من، في حالة أن العنصر الحالي أكبر من أحد العناصر التي تسبقه فإننا نقوم بإزاحة العناصر إلى الجانب الأيمن من القائمة، وبذلك يتم نقل العناصر الأكبر في القيمة إلى بداية القائمة والعناصر الأصغر في القيمة إلى نهاية القائمة.
بعد انتهاء تكرار عملية المقارنة نقوم بعد ذلك بإدراج العنصر الحالي K في مكانه المناسب بالقائمة، ثم ننتقل للعنصر التالي لنعيد نفس العمليات. ثم في الآخر نقوم بطباعة القائمة My List مرتبة ترتيب تنازل أي من القيمة الأكبر إلى القيمة الأصغر، ويظهر ناتج التنفيذ أمامنا كالتالي: القائمة الأصلية الغير مرتبة. ثم نلاحظ هنا أنه تم ترتيب القائمة ترتيب تنازلي من العنصر الأكبر إلى العنصر الأصغر كما هو ظاهر أمامنا، حيث بدأنا بالقيمة 90 وانتهينا عند القيمة 5. تعلمنا في هذا الدرس تمثيل خوارزمية الفرز بالإدراج في بايثون، تطبيقات على الفرز بالإدراج في بايثون. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.